Yummy. تحضير عجينة، أنا بحاجة 4 كبايات طحين، هاي تاني كباية، وهلا عندي 1 كباية ماي ونص ملعقة صغيرة ملح. هول هني بدي اخلطهم كتير منيح مع بعضهم، بدي اعجنهم بهالطريقة. بنعجنهم، هاي طلعت معنا عجينة ناعمة كتير، ما حطيت لهم لا بيض ولا شي. بدي اقسمهم على 4 وحط رش عليهم شوية طحين ومنريحهم تقريبا ربع ساعة. هلا بدي اغطي عليهم هاي البلاستيك راب. وبعد هلا هون الحشو لحمة مفرومة على الناعم، في عنا بصلة، ملعقة كبيرة رب البندور رب الحار شوي حطيت، بهار حلو، ملح ملعقة صغيرة، وبهار أسود. هول هني بدي هلا رقيت هون العجينة، برجع بجيب القطعها بهالطريقة. عم تشوفوا قصة كتير هاي، ما بدي هالجهد ابدا. هلا حطيتهم بقلب الصينية، عم صفهم وبدي ادخلهم على الفرن على 180 درجة، لان بدي اعملهم باللبن. بدي اشويهم تقريبا 10 دقايق. لتحضير اللبن عندي نص كيلو لبن، عندي 1 كباية ماي ملح، عندي ملعقتين كبار كورن فلاور، وعندي ويسك. هلا اول شيء اكيد على البارد بدي نزل اللبن وارجع نزل الكورن فلاور. بعدني عم حرق الكورن عبساعة. هلا بدي احطهم على النار. يلا هني بدهم وقت تقريبا ربع ساعة، من ربع ساعة لثلث ساعة. بهالوقت كمان بعد ما خلص بالمقلية بدي احط ملعقتين كبار زيت نباتي، فيكن تحطوا شوية زبدة كمان اختياري، ملعقة كبيرة ثوم مهروس، وبعدين نعنع. اخر شيء اكيد بدنا نحطهم على وشهم. ولعنا النار، عندي الزيت منحمي شوي، مننزل ثوم مهروس ملعقة كبيرة، بنخلطهم كتير منيح. فرجيكم بعد ما طلعتهم من الفرن شوفوا بدي انا هاللون التحميص، حتى انتوا عم تاكلوا يقرقش. بننزل النعنع ملعقة كبيرة كمان. هالمرحلة بدي نزل كمان عملها. هلا منجيب النعنع مننزلهم. مع هالشيش بركة بيتقدم معهم رز كمان. بعدين القليه فيكم تعملوا مع كزبرة، انا بحب مع النعنع اختياري مثل ما بتحبوا تعملوا. فيكم مثلا صنوبر كمان اختياري، بس انا بحب هالطريقة. برجع بقلكم هلا بدي اسكبهم. صفتنا صارت جاهزة، هاي طريقتي.
وانا عامله كمان المونتي الارمني، شيش برك الارمني، نزلت كمان على اليوتيوب تقريبا من شي شهرين. هيدي هي كانت وصفتنا شيش برك على طريقتي انا. بتشوفوا كمان المقادير اكيد يامي. وصفتنا صارت جاهزة، هاي طريقتي. وأنا عاملة كمان المونتي الأرمني، شيش برك الأرمني، نزلت كمان على اليوتيوب تقريبا من شي شهرين. هيدي هي كانت وصفتنا شيش برك على طريقتي أنا. بتشوفوا كمان المقادير أكيد بدكم تجربوا.